صلى الله عليكم سماحة الوالد. تقول السائلة: هل زوج أختي محرم لي وهل يجوز لي مصافحته؟ لا، زوج أختك ليس محرما لك ولا تجوز لك مصافحته، لأنه أجنبي منك، أجنبي منك. وإن كنت تحرمين عليه ما دامت أختك معه وأن تجمع بين الأختين، لكن هذه الحرمة لا تقتضي المحرمية، حرمة لا تقتضي المحرمية. نعم.